السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام في هذا البث المباشر الليلي اللي غنهضروا عليه على مباراة نهضة بركان والجيش الرواندي برسم ذهب بطبيعة الحال الكونفدرالية الإفريقية ما قبل دوري المجموعات. إن شاء الله نتمنى تأهل نهضة بركان إليه. إذا نهضة بركان تعادل 0-0 ب العاصمة الرواندية في مباراة لم يكن فيه لا أداء لا نتيجة من الجانبين. أرضية كارثية للملعب الذي أجريت به المباراة. لا أعلم صراحة واش عندهم شي ملاعب في المستوى ولا ما عندهمش، إنما ذاك الملعب زعما كارثة الصراحة. لا أداء لا نتيجة من كلا الجانبين. تعذبنا باش لقينا ليان باش نتفرجوا في القناة الرياضية الرواندية، وحتى البث التلفزيوني شفتو عيان بزاف بزاف، لا يساعد على تحليل المباراة ومعرفة الجوانب التقنية والفنية التي اعتمدها ايبنجي والمدرب الفريق الجيش الرواندي. اذا اللي شفنا ان الفحلي كان تائه والبحراوي كان تائه، توسيلا كانوا يعتمدوا على الكرات الصراحة، القذف من بعيد ما عرفتش علاش هذا القذف من بعيد في السانتيتيك اللي كيعتبر ربما سريع. مع طب لذلك مجموعة من اللاعبين كان الأداء ديالهم دون المستوى. شفنا الأخطاء ديال وسط الميدان اللي اعتمد على 3 بروفيلات من نوع الدفاعي. الناجي كان عنده أخطاء، هو من هاد الثلاثة اللي اعتمد عليهم في وسط الميدان. الناجي كان عنده أخطاء في وسط الميدان لولا الألطاف الإلهية لكاد في أحد الأخطاء دياله أنه يسجل علينا. المهم كانت بطاقة حمراء للركراكي، لعبنا من قوسي العدد. المهم 0-0 نتيجة جد جد إيجابية من رواندا في انتظار ملعب الرعب هنا بالملعب البلدي لمدينة بركان. ولكن واش اللي لعبوا في بركان ولا ما لعبوش؟ علاش؟ لأن نهضة بركان علقت الرحلات الجوية لمدة أسبوعين في اتجاه جميع دول العالم، يعني ما كانش واحد يدخل المغرب في 2 أسابيع. إذا الفريق هذا الفريق الرواندي كي غادي يدخل المغرب؟ الله أعلم، ربما كان استثناء، ربما كان تسهيلات، الله اعلم. احنا خايفين ومتخوفين من هذه القضيه هذه. المهم ايبنجي في هذه المباراه ما برهنش على الخبره ديالو الافريقيه، ما برهنش على الذكاء والخبث ديالو الافريقي صراحه. الجيش الرومادي فريق متواضع يعني في الكره الافريقيه، ولا علاقه ولا مقارنه مع فريق نهضة بركان. ما لعبناش الكره، ما لعبناش السيستم دو جو، ما لعبنا والو، كنا غير نفركتو في الكره، غير نخرخرو، غير ندفشو بصريح العبارة. كان تعادل 0-0 صراحة، مجموعة من الغيابات في فريق نهضة بركان، ولكن الحاضرين يعوضوا الغائبين. ما تقولوليش ما عندناش اللعبة، عندنا. إذا التعادل صراحة نعتبره إيجابي في ظل الرطوبة 70%، في ظل الملعب الكارثي، الرحلة الجوية. إذا مجموعة من المسائل صراحة نتيجة إيجابية من الملعب الرومندي. ما كاين لا تحليل ولا ما كاين لا أداء لا نتيجة، ما كاين والو. شنو غادي نقولوا؟ كل شيء كان فيه بالكل شيء، لا حنا لا هما، لعبنا بكرة وعليه نتمنى خير فريق نهضة بركان. انتظر ملعب لقاء العودة هوني بالملعب البديل لمدينة بركان إن شاء الله. إذا في الكومنتير إن شاء الله نناقشوا، إلا كاين ما يتناقش أنا بعد ما لقيت ما نحلل صراحة، وحتى البث التلفزي لا يساعد صراحة. في انتظار إن شاء الله قادم المباريات. السلام عليكم، تشاو. 0-0 نتيجة إيجابية، لأن لقاء العودة هنا بمدينة بركان غادي يكون حار وحامل واتس إن شاء الله، يكون لفريق نهضة بركان. جام والبارطاج، أنا بركاني، السلام عليكم.